السلام عليكم، كنتمنى تكون كاملين بكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وكنبغي نقول للناس اللي دخلوا عندي جدادين مرحبا بكم والف مرحبا، والناس اللي كانوا معايا قدامين الدار داركم او لا الدار ديالنا كاملين بينا ان شاء الله. اليوم كما كتلاحظوا معايا غادي نعمل واحد الشلاضه ديال الروز، شلاضه اللي كتجي رائعه وممتازه وبلا مايونيز. غادي نشوفوا المكونات مع بعضتنا، وكنتمنى انها تعجبكم، كنتمنى انكم تجربوا الوصفات ديالي وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير ان شاء الله. نبداو. عندنا الروز كما كتشوفوا هنايا، غادي نحتاجوا جعده اولا الجزر مقطع مربعات صغارين، غادي نحتاجوا سوريمي، غادي نحتاجوا التون، غادي نحتاجوا المايز، غادي نحتاجوا جلبانه، وغادي نحتاجوا زيتون مقطع وبيضات، وفي الاخير غادي نعملوا واحد صوص اولا مخلله بزيت العود وشويش ديال الخل. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الشلاضه ديالي، ويلا هو معايا باش نشوفوا طريقه تحضير هاد الشلاضه اللي كتجي رائعه صراحه بزاف. بالنسبه للروز ضروري ان نغسلوه، لان اي روز كيكون فيه يعني الغبره وبزاف ديال الحوايج، لان ضروري اننا نغسلو الروز ديالنا ونبدلو له الماء الاولاني اللي غادي نغسلوه، ومن بعد عاد نرجعوه يتسلق. وهنايا غادي نعمل جلبانه، سمحوا لي نعمل جزر، وغادي نعمل معاهم البيضات وعرفهم يتسلقوا حتى هما. وهنا من بعد ما كيتسلقوا لي المكونات اللي خاصها تسلق في حال الروز، جلبان والجعده المربعات، غادي نعاود معكم مكونات. عندنا الروز مسلوق، مايز، قطع ديال الزيتون، عندنا جلبانه، عندنا الجزر مقطع مربعات صغيره، عندنا بيضات اللي غادي نحكم بهذه الطريقه، هذه جوج غادي نحكم في شلاضه واحده غادي نخليها للتزيين في الاخر. عندنا التون، عندي سوريمي مدخن، ما كايناش سوريمي مدخن، ممكن انك تعوضوا بجنبا، ما كايناش جنبا، ممكن تعوض غير بمرتديله واي مرتديله كتعجبك عملها مع هاد الشلاضه هذه. بالنسبه لهنايا غادي نعمل مخلله اللي غنخلل بها هاد الشلاضه، لان نعملها بلا مايونيز. غادي نعمل 3 معالق ديال زيت الزيتون وجوج معالق ديال الخل والملح على حسب الخليط اللي عندنا. بالنسبه انا ما عملتش الملح مره في ملي كنت كنسلق المكونات، وصافي غادي نخللو هاد الشلاضه ديالنا وكتجي رائعه. ممكن انكم تزيدوا لها الصحتة اولا ربع مقطع المعدنوس. وهنا صافي غادي ندوز باش انني نزين الشلاضه ديالي اولا نحط الشلاضه ديالي في بلاطو نهائي. هنا كان ممكن انني ما نوريش هادشي هذا كامل، ولكن متتبعه طلبتني انني نبقى ننزل كل التفاصيل، وما غنقولكش لا، نقول لك اه مرحبا. انا غير ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو بزاف باش ما يجيكمش الملل فيه عليها، ما كنبغيش نحط تفاصيل كامله، كنقول تفاصيل اخرى كيكون يعني اي واحد كيعرف التفاصيل كامله. هنا عملت انا الشلاضه ديالي حطيتها في المول ديال الباستا اللي معروف عندنا، صافي عمرت فيه الشلاضه ديالي، من بعد رجعت حطيتها في الطبسيل، ودابا غادي نزين بالبيضات والزيتون في الاخر. صافي هذا هو التزيين النهائي للشلاضه ديالي، كنتمنى انه يعجبكم بزاف. وهذه هي الشلاضه في النهايه، هيدا كتكون. ممكن انكم تزينوها باي شكل بغيتوا، ماشي ضروري انكم تعملوا في ديك المول هذاك، ممكن انكم تقدموها غير في الطباسل هيدا، يعني قد افراد العائله اللي عندكم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنتمنىكم انكم ما تنسونيش ابدا من الاشتراك في القناه.